السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة هنتكلم عن النخل في المنام. النخل في المنام، لو غرس النخل في المنام، غرس النخل في المنام. النخل طبعا بيعني الرجل الكريم، يعني النخل في المنام بيعني رجل كريم. النخل الطويل في المنام بيعني الزوجة الصالحة. النخل الطويل اللي فيه بلح بيعني الزوجة الصالحة والأم الصالحة، بتخلف عيال كتير، يعني ست هترزق بأولاد كثير، ست منجبة. أما غرس النخل في المنام فهو عمل مثمر وهيعود على الإنسان بكل خير. اللي يشوف إن هو بيغرز نخلة، ده عامة ده معناه راجل أو ست، ده معناها عمل مثمر وهيعود عليه بالخير إن شاء الله. طب لو الراجل شاف نفسه بيغرس النخل ده أو بيزرع النخل ده في الصحراء، ده معناه ان هو ليه ذرية صالحة ان شاء الله، او هيكون ليه ذرية صالحة بإذن الرحمن. وان كان اللي بيغرز النخل في الصحراء عازب، ده معناه ان هو هيتزوج بإذن الله من امرأة صالحة. طيب، رؤية النخل بس كده من غير غرس ولا حاجة، بشوف النخل بس كده راجل او ست، ده معناه ايه؟ بالنسبة للست ده زوجها، بالنسبة للراجل يعني. المهم ان رؤية النخل نفسه هو رجل نافع لأهله ولبيته. والنخل نفسه، لو انا شفت النخل في المنام، ده معناه ان السنة بتاعتي كلها خير، ولو انا عليا ديون ربنا هيسدد ديني بإذن الله. طيب، لو انا شفت نخل فيه بلح، رؤية النخل فيه بلح، ده معناها للمتزوج أو المتزوجة، ده معناها إن شاء الله إن شاء الله. لو الست حامل، معناها إنها هتجيب ولد بإذن الرحمن، وده للأعزب معناها جواز. يعني النخلة بالنسبة للأعزب اللي فيها بلح أو مفيهاش بلح، دي بتعني زواج بالنسبة للأعزب. طيب، النخلة لما اشوف مثلا النخل والنخلة، بتدل على الراجل النافع الكريم اللي بيسعى دايما ان هو يعمل الخير، بيسعى دايما لفعل الخير. رؤية النخل بتدل على ان الرأي هيتغلب على امر صعب، رؤيته كده، رؤية النخل في المنام، ان انا هقدر اعدي الصعب، وان انا لو عندي مشاكل ربنا هيكرمني وهتتحل المشاكل دي، لو انا مديونة ربنا هيكرمني ويفك كربي وديني ان شاء الله. بعد تعب، يعني انا تعبت خلاص، تعبت يا ربي، فشفت في الرؤية شفت نخل، وانا ماشية وحواليا نخل من جميع الجهات، شفت النخل بس، ده معناها ان ربنا سبحانه وتعالى هيكرمني وهتغلب على المشكلات اللي بتواجهني، تمام، وان شاء الله ربنا هيكرمني في شغلي وفي رزقي، هيوسع عليا في رزقي بإذن الرحمن. طيب، النخل الطويل بقى قلنا ان هي ست نفعة، ست جميلة، واحيانا بتدل على سنة مليانة. النخلة الطويلة سنة مليانة بالخير، مليانة بالخير بدون انقطاع يعني، وبتدل على العمل الناجح او الزوجة الصالحة. طيب، النخلة الطويلة دي فيها بلح، ده معناها ان الست دي كمان مش ست صالحة وبس، ده ست صالحة وست منجبة، هتنجب الكثير من الأولاد. ست أخلاقها مستقيمة، ست أخلاقها عظيمة، كل هذه الأشياء في النخلة الطويلة المثمرة أو النخلة الطويلة عموما. النخل بقى عموما، طويل أو مش طويل، بس عادي يعني كده، في بلح، النخل يعني اللي فيه بلح أو فيه تمر مثمر، يعني ده معناه ايه؟ النخل اللي فيه بلح او تمر، ده معناه ان السنة بتاعتي كلها مليانة بالنجاح ان شاء الله، السنة بتاعتي كلها نجاح. طيب، النخل كمان المثمر بيعني امرأة كثيرة الانجاب واخلاقها اكثر من رائعة. النخل المثمر الطويل او النخل المثمر، تمام. والنخلة المليانة بالبلح والتمر بتدل كمان على الرزق الوفير، بتدل على الرزق الوفير،
السهل يعني اللي جاي لي بطريقه سهله، وكمان بيعني قضاء دين. يعني لو انا عليا ديون لحد، ربنا هيسدد ديني ان شاء الله. وكمان النخلة الطويلة مش بس بتدل على الزوجة الصالحة، لا ده بتدل كمان على اني انا العمر الطويل بإذن الله. يعني النخلة الطويلة بتعني العمر الطويل ان شاء الله، او الزوجة الصالحة، او الزوجة الطيبة، او الزوجة اللي اخلاقها عالية، او الرزق الواسع. تمام. طيب لو انا شفت ان النخلة سقطت، سقوط النخلة راحت واقعة، ده معناها ايه؟ معناها قهر للرجال، يعني حاجة هتقهر رجالة البيت، حاجة هتقهرهم، دي سكوت النخلة كلها، او مرض او مشاكل، والله اعلى واعلم. تمام. طيب النخل بقى بالنسبة للعزباء، لو واحدة عزباء شافت النخل ده مصدر خير وتفاؤل بالنسبة للعزباء، لو شافت بس النخل كده. طيب أما لو شافت النخل مثمر في بلح بقى وكده، ده بيعني زواج، ده بيعني زواج. طب لو العزباء شافت إن هي بتغرز نخلة، ده بيعني أيضا زواج وراحة لها من بعد تعب، راحة لها من بعد تعب. البنت دي تعبت، ربنا شافت إن هي بتغرز، نامت شافت إن هي بتغرز نخلة، بتزرع نخلة، يعني ده معناها إن هي ربنا هيريحها بعد التعب اللي شافته في حياتها، بعد المشقة اللي شافتها في حياتها. ماشي. طب البنت لو شافت نفسها بتتسلق الشجرة، ماشي، ده بالنسبة للعزباء بتعني زواج. البنت العزباء لو شافت ان هي بتطلع على الشجرة، ده معناها زواج، ده معناها زواج ليها. طيب طب الست المتجوزة لو شافت نفسها بتتسلق شجرة، دي معناها عمر طويل ليها ان شاء الله، بإذن الله بإذن الله بإذن الله، ليها او لجوزها. ده بتعني العمر الطويل، ده بتعني العمر الطويل بإذن الله. طيب النخلة بقى، النخل المليان بالبلح، وتبص تلاقيه يعني كأن البلح بيقول الحقوني، تقيل على النخلة، ببلح كتير جدا في النخلة، ده معناه ايه؟ للأعزب معناه زواج، للمتجوز بيدل على ان زوجته هتحمل وهيكون المولود ذكر بإذن الله. طيب جذع النخلة نفسه، جذع النخلة ده بيعني ايه؟ ده بيعني للمتزوجة زوجها، جذع النخلة بيعني المتزوجة ان ده زوجها. تمام. اللي هيجرى لجذع النخلة معناه اللي هيجرى لجوزها. طيب ايه بقى اللي احنا، طبعا سكوت النخل قلنا ان هو يعني ايه، بيبقى راجل في البيت هيتقهر، هيجيله حسرة، او مرض، او موت، او الله اعلم يعني. طيب سكوت النخلة، سكوت النخلة، سكوت النخلة، طبعا سكوت النخلة قهر للرجالة ومرض وموت. هل بس كده؟ لا، سكوت نخلة واحدة بتعني سكوت دولة أو نظام حكم. أنا شفت سكوت نخلة ده بيعني سكوت دولة أو نظام حكم، سبحان الله. ماشي. أو فشل وهزيمة في حياة رجل البيت، فشل وهزيمة موجودين في البيت ده. تمام. طيب ايه اللي انا ما بحبش اشوفه في رؤية النخل؟ النخلة القصيرة، النخلة القصيرة، النخلة القصيرة. انا شفت في الحلم نخلة قصيرة، دي تفسيراتها عموما مش كويسة، عموما مش كويسة، عموما مش كويسة، الا في حالة واحدة بس، عشان بس ما نقولوش كل الحالات، لان هي في كل الحالات مش كويسه، لكن النخله القصيره حلوه في حاله واحده بس، اذا كانت الحامل شافت نخله قصيره معناها ان هي هتنجب بت، هتنجب بت بس. دي الرؤيه السيئه الوحيده في، يعني ايه، الحلوه الوحيده في رؤيه النخله الصغيره، لكن رؤيه النخله الصغيره مش حلو لكله، للمتزوج وللاعزب وللمتزوجه وللمطلقه وللارمله، كله مش كويسه، مش كويسه. تمام. طيب لان طبعا النخله الصغيره بشاره يعني مش كويسه، يعني سيئه، بشاره سيئه يعني للكل،
ما عدا الحامل بس، ما عدا الحامل بس زي ما قلنا، بالنسبة للحامل بيبقى معناها ان ربنا هيكرمها وهتجيب بنت بس، لكن رؤية النخلة القصيرة مش حلو. تمام. ده كان رؤية النخل في المنام. طيب انا بشوفت مثلا مجموعة من الناس بتوقع فرع من النخلة، ده معناها ان يعني في ناس بتحاول ان هي بتهدم نظام في الدولة، او مشاكل في النظام الاقتصادي للدولة، او شيء من هذا القبيل، اللي هو لان ده فرع من فروع الشجرة الأم. يعني احنا قلنا ان الشجرة لما بتسقط يعني نظام حكم سقط، او انما جذع واحد بس، فرع واحد بس سقط من الشجرة، ده معناها ان هو نظام اقتصادي بتاع البلد سقط، او نظام حد هيحاول على قد عدد الاشخاص اللي كانوا اللي وقعوا الفرع ده، على قد عدد الاشخاص اللي هم هيخربوا في البلد. ودي كانت رؤية النخل في المنام، وأتمنى أن هي تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.